ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. تخيل كده معايا لو بتقول لواحد تعالى نتمشى شويه بعد الشغل، او تعالى ناكل مثلا وجبه معينه في مكان معين، وراح قايل لك في وشك كده خبط لز، لا، هيبقى احساسك ايه؟ طبعا احساس وحش جدا. عشان كده معانا النهارده مستر بلوتيكا هيعرفنا شويه مصطلحات نستخدمها بقى كلمه نو علشان نبان جامدين جدا وعلشان نرفض الحاجه بشكل لطيف. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على Learn Different Academy. أول بديل معنا كلمة no هو I'm afraid not. And this is the most polite way to say no. For example, when someone asks you and say, would you like to meet me tomorrow at the park? And you say, I'm afraid not. I have a lot of work to do. مستر بلوتيكا بيقول إن أول بديل معنا هو I'm afraid not. وده أشيك طريقة علشان تقول لا. مثلا لو واحد صاحبك بيطلب منك ان تقابله بكرة في الحديقة، فانت عايز تقوله لا، فهتقول له I'm afraid not، وهتبدأ تقول له عشان انا عندي شغل كتير فمش هينفع ان انا اقابلك. تاني بديل معانا وهو not really. Not really, you use it to say no in a polite way. For example, when someone asks you and say, do you want to drink a cup of coffee with me? And you say, not really, I don't drink more than a cup of coffee daily. مستر بلوتيكا بيقول ان تاني بديل معانا هو not really. Not really يعني ما اعتقدش او متهيألي لا. فمثلا لو واحد صاحبك بيقول لك تحب تشرب معايا فنجان قهوة، فانت بمنتهى البساطة هتقول له not really يعني ما اعتقدش، وهتقول له السبب في الموضوع ده ان انت ما بتشربش اكتر من فنجان قهوة واحد في اليوم. تالت بديل معانا هو ايه مستر بلوتيكا؟ Probably not or possibly not. For example, when one of your friends asks you and say, do you think we're gonna pass the exam? Do you think we're gonna pass the exam? And you say, probably not. We haven't studied well. So how could we pass the exam? We haven't studied well. مستر بروتيكا بيقول ان تالت بديل معانا هو probably not او possibly not. فمثلا لو واحد صاحبك بيسألك yeah. تفتكر ان احنا هنعدي في الاكزام وهننجح؟ فانت بمنتهى البساطة هتقول له اعتقد لا او اكيد لا، لان احنا اصلا ما ذاكرناش كويس. رابع حاجة معانا او رابع ترم معانا هو مستخدم في البيزنس او في حالة العمل، وهو ايه يا مستر بوتيكا؟ Not to my knowledge and this is related to business. For example, when your boss asks you about one of your colleagues and he says, has Ali come today? And you say, not to my knowledge, I haven't seen him. Because you haven't seen him so you're not sure about it. الترم او المصطلح اللي بيكلمنا عليه مستر بوتيكا دلوقتي هو not to my knowledge، وده معناه علمي علمك يعني على حد علمي لا. فمثلا لو مديرك في العمل بيسألك هو علي جه النهارده الشغل ولا ما جاش، وانت مش عارف، فهتقول له not to my knowledge يعني على حد علمي لا، انا مش شفتوش النهارده فمش عارف اذا كان جه ولا لا. مستر بروتيكا دلوقتي عرفنا على طرق روشه جدا نقول بيها لا لاصحابنا بس بالشياكه. اتفضل يا مستر بروتيكا. Certainly not and it's a strong one to say no, a strong one. For example, if you love a girl and her name is Sarah and you want to say, I love you Sarah, will you marry me? And she says, certainly not. You're my BFF, how would I marry you? Of course not. And this is a strong one to say no. That means for sure it's no, it's no. مستر بوتيكا دلوقتي بيتكلمنا عن certainly not. Certainly not معناها ان انت بتقول ان طبعا لا، يعني بتقولها بقوه، بتقول لا لحاجه yeah, قلب جامد right. قوي. فمثلا لو انت بتحب واحده اسمها ساره، رحت قلت لها ان انت بتحبها تتجوزيني، فهي طبعا مش موافقه ان انت تتجوزها وهي تتجوزك، فهتقول لك طبعا لا، احنا اصحاب هنتجوز ازاي. وكمان ممكن ايه تاني يا مستر بلوتيكا؟ You must be joking and you must be joking. It's when you see something and you can't believe it. You can't believe it. If you're a girl and you're walking the street and you found a bag and you like it and say, I like this bag, how much is it? So the buyer says, it's $1,000. So you say like this. So the buyer asks you again and he says, will you buy it? So you say, you must be joking. You must be joking. It's too expensive. How should I or how can I buy it? For sure, I'm not gonna buy it. يعني دي يا مستر بلوتيكا بتستخدم عشان اعبر لحد ان انا مش مصدقه او انا مش مصدق اللي هو بيقوله. Yeah. مستر بلوتيكا بيقول ان لو بنت رايحه تشتري شنطه في من محل مثلا ولقيت شنطه جميله قوي، فقالت انا عجباني الشنطه دي هي بكام، فصاحب المحل قال لها ثمن غالي للشنطه، قال لها ان هي ب $1,000، فهي طبعا اتخضت بقى لما سمعت الرقم قالت فيها، فهو راح قال لها هتشتريها؟ فهي طبعا هتقول له انت اكيد بتهزر، اشتري ايه؟ هو انا معايا $1,000 اشتري بيهم شنطه؟ انا لو معايا $1,000 ما كنتش دخلت المحل ده اصلا. وكمان معانا يا مستر بلوتيكا No way. No way, it's like 100% no. For example, if one of your friends asks you and says,
would you like to go to the puppet show with me? And you don't like the puppet show, so you say, no way, I don't like the puppet show, but we can do something instead, which is we can go to the movies. So you're giving him some alternatives instead of going to the puppet show. مستر بريتيكا بيقول ان المصطلح او الترم ده انت بتستخدمه علشان انك انت بتقول على حاجة لا 100%. مثلا لو واحد صاحب بيقول لك ايه رايك نحضر مع بعض عرض العرايس او مسرح العرايس, فانت عايز تقول له لا بشياكة ان انت بتحبش مسرح العرايس اصلا, بس ممكن نحضر مع بعض فيلم او نتفرج مع بعض على فيلم في السينما. طب لو واحد بيقدم لك حاجه مشروب او حاجه او بيعرض عليك حاجه يا مستر بوليتيكا وانت عايز تقول له لا بس بشياكه, تقولها ازاي؟ Yeah, if someone offers you to give you something like a drink or something, you can say I'm good, I'm okay. You can say nah, you can say no, you can say thank you. طيب دي حاجات عظيمة جدا. انا انبسطت جدا ان انت كنت معايا النهاردة يا مستر بلوتيكا, مبسوط جدا جدا وبشكرك جدا جدا على وجودك معانا في الحلقة بتاعت النهاردة, والسادة المشاهدين برضو بيشكروا حضرتك جدا. شكرا لكم. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجامدة جدا اللي هنعملها الفترة اللي جاية. كان معاكم احمد حسن ومستر بلوتيكا من Learn Different Academy. Thank you. نشوفكم في حلقات جاية. Bye.